وحش كاسر يا عطوش. ولكن انا عمري شفت حدا زيي. اي انا عمري ما شفت حدا زيك. ايه انا منحني احتراما لبطولاتي. انا برفع قبعتي لك يا حامي هداك. تقول لك اسمع اقول لك قصة السيارة المشطوبة. لا اسمع شو رايك تقول لي قصة السيارة المشطوبة؟ انا قلت ايه اشبار الدوام لقيت شوية زعران معهم سيارة مشطوبة قلت له ايه وقفوا ما كان معي سلاح انت فاهم علي؟ قلت له ايه هاتوا افحصهم سكتة شحطت فيها نعلت اخته للشارع حقت الموتور على الاكزوست على الرجال بعدين رجعت لهم اياها شو كل شقفة سليمة بس لحال. طب شو قالوا لك؟ شو قالوا لي؟ قالوا لي يسلموا ايديك سيدين. قال لك يسلموا ايديك؟ ولا وانا عشان قلبي كبير ما صدفت لهم اياها. قلبك بحاجب وضعهم يا عطوش. ولا اقول لك قصة الشاب الصبي اللي سقطوا على بالجامعة. لا 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 اسمع شو رايك تقول لي قصة الشاب الصبي اللي سقطهم على بالجامعة؟ اوكي. هذا شو؟ راح على الجامعة، دخل واحد وحدة وفين عندها؟ عندهم بصبح حد في شو هذا؟ دخلت عليهم ونقلت وما يا وين عين؟ عين؟ من وين استجام؟ شو؟ ايش اسمك يا شاطرة؟ استنى شوي تهدي احترامي سيدي، شو بدك من استجام؟ بابا بتطلع في استجام، ابعتني لعنده. اه؟ زهدي حبيبي سيدي فتشها That's it.
لازم يردوا على القرايه. شو عم بيقول لك يا حمار؟ اه بابا، شو عم بيقول لك؟ امه بيخليك عمو؟ حرزتنا لبسني البكلة بعرفش البسها. برافو بابا، برافو كثير. اثبت لي ربوت فوتي، ما بعرف قد بالضبط. حرزتنا بابا. بابا، مش أخذنا بالمدرسة إنه اللي بيغلط لازم يتحاسب؟ عشان هيك؟